حياكم الله مشاهدينا مجددا. برنامج وفر هو أحد أهم البرامج التي تتبناها حكومة الشارقة عبر التعاون البناء مع مؤسسات القطاع الخاص لتقديم الأفضل لموظفي الحكومة ومتقاعديها وتطبيق الجودة الشاملة ارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ودعم للاقتصاد المحلي للإمارة بما يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد المحلي والوطني من خلال عدد من الميزات والخصومات التي يحصلون عليها بمجرد إبراز بطاقة العمل التابعة لحكومة الشارقة أو بطاقة وفر. عن البرنامج الحكومي وفر للخصومات الأول من نوعه في الإمارات، اليوم نرحب في استوديو أماسي بالأستاذة جواهر سيف العود مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ورئيس برنامج وفر، وأيضا الأستاذة مريم فاروق الشيخ منسق تسويق إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية في دائرة الموارد البشرية بالشارقة. حياكم الله، يعطيكم ألف عافية جواهر ومريم. الله يعافيك. في البداية نحب نشكركم على استضافتنا في برنامج الأماسي، هذا أنت تدل على حرصكم الدائم أن نحن نفيد فيها موظفي الحكومة. بالتأكيد. جواهر، خلينا يمكن نرجع شوية نذكر بماهية برنامج وفر، شو هو بالتحديد برنامج وفر؟ طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، برنامج وفر هي مبادرة أطلقتها دائرة الموارد البشرية بدعم من المجلس التنفيذي لموظفي حكومة الشارقة، بحيث أن جميع موظفي في الحكومة يستفيدون من الخصومات اللي تقدمها الشركات المشاركة معنا أو المنظمة في برنامج وفر. في طبع نعم، هذا في رؤية ورسالة طبعا للبرنامج. هذا البرنامج تم اطلاقه في 2013 في شهر مارس تقريبا، احنا كملنا 5 سنوات على اطلاق هذا البرنامج. طبعا في مراحل اطلاق البرنامج هذا كانت كثير من الفعاليات وكثير من الامور اللي احنا سويناها لبرنامج وفر. طبعا احنا هدفنا من اطلاق البرنامج ان نحن يكون في تعاون بينه وبين القطاع الخاص بحيث ندفع العجله الاقتصاديه في الاماره، وفي نفس الوقت نحن نبغي من الجهات هذه ان تتعاون من ناحيه المسؤوليه الاجتماعيه اللي على عاتق كل شركه او كل جهه تقدم خدمات لموظفي الحكومه. حلو. المستفيدين طبعا هم موظفي حكومه الشارقه وايضا جميع موظفي في حكومه الشارقه وجميع المتقاعدين وايضا موظفي شرطه الشارقه. موظفين شرطة الشارقة، يعني كل تقريبا موظفي حكومة الشارقة وحتى المتقاعدين أيضا مستفيدين من برنامج وفر. خليني أسأل مريم بس في البداية، يمكن نحن مثل ما ذكرتي جوار 5 سنوات ما شاء الله مرت بسرعة على برنامج وفر. أول شيء، أول ما بديتوا مريم كان في صعوبة في التسويق للبرنامج واجهتوها؟ يمكن صعوبة كانت أن تصلون لأكبر، أن نوصل لأكبر شريحة من المستفيدين في البرنامج، خاصة أن في من جميع الجنسيات اللي تشتغل في حكومة الشارقة. بس الحمد لله مع إطلاق قنوات التسويق اللي صارت على مدى سنوات، فكان ابتداء مع الموقع الإلكتروني للبرنامج وفر اللي هو يتم إدراج جميع الجهات المشتركة في البرنامج، في التطبيق الذكي اللي تم إطلاقه أيضا في السنة الماضية من شهر 11، والإنستغرام، في البريد الإلكتروني اللي يتم إرساله أسبوعيا لموظفي حكومة الشارقة، وأيضا الفعاليات اللي تقام. فهذا سهل عليكم أن أنتم توصلون الأكبر شريحة، خلنا نقول من المستفيدين موظفي حكومة الشارقة. اليوم عقب 5 سنوات من إطلاق هذا البرنامج، هل المستفيدين على وعي أو إدراك لممكن أهمية هذا البرنامج وشو العروض الجيدة الحقيقة اللي يوفرها هذا البرنامج؟ طبعا احنا نسعى دائما يعني ان نحن نوصل لموظفي حكومه الشارقه، مش فقط عن طريق الوسائل اللي نحن اطلقناها للموظف عن طريقه يقدر يحصل المعلومات. نحن نسعى نتعاون مع الدوائر الحكوميه ان هي تستضيفنا بحيث نقدر نشرح اليه برنامج وفر وكيفيه الاستفاده منها، وكيف الموظف يعني يقدر يتدخر من خلال يعني فهمه الجيد لبرنامج وفر، يقدر انه هو يوفر مبلغ من راتبه. فهذا راح يساعده حتى ان المبلغ اللي ادخره يستفيده في المستقبل في مشاريعه الخاصه اللي فيه. صحيح، بالفعل. الان خلينا نتكلم شوي، برد اتكلم عن البدايه. طبعا الان 25 قطاع
احنا بدينا اول ما اطلقنا البرنامج كان في 2013، بدينا ب 20 قطاع او ب 20 مجال. 20 مجال هذا ما شاء الله من اول ما اول ما اطلقنا هي كانت تقريبا 50 جهه مشاركه معنا. القطاعات نحن حاولنا نشوف القطاعات اللي بالفعل الموظف راح يستفيد منها في حياته اليوميه بشكل عام، سواء كان قطاع المدارس او المستشفيات او حتى التعليم او عندنا الفنادق المطاعم او البناء اللي راح تفيد فيه الموظف، يعني يفيده بكافه القطاعات اللي ممكن يستفيد منها الموظف. نعم، وحاولنا كثر ما نقدر احنا ما نوقف على هذه القطاعات فقط، لا نبحث شو متطلبات الموظف بشكل دائم. وصلنا الحمد لله يعني لغايه 2018 الى 25، ونسعى بعد نحن ان نفتح المجالات ونبحث شو احتياجات الموظف، لان نحن بشكل دائم نحاول عن طريق الفعاليات اللي ننظمها نستكشف شو الاحتياجات الموظف اللي يمكن غفلنا عنها. فهي ساعدتنا كثير ان نحن نلبي طلبات الموظفين عن طريق الاستبيانات اللي نحن نسويها لبعض الموظفين بالحكومه. مريم، التنسيق في البدايه مع 20 قطاع مختلف، قطاعات جدا كل واحد منها مختلف تماما، طبعا بنذكر يمكن هاي القطاعات او اغلب هاي القطاعات اذا قدرنا، لكن التنسيق كان وياها وان انت تجذبين يمكن جهات، الان خلي الموظفين، الجهات اللي ممكن تتعاون، كان سهل ان انتم تجذبون في هالقطاعات العشرين جهات معينه؟ انتم طبعا عندكم مستشفى، تعاون مع مستشفيات، تعاون مع مدارس، تعاون مع فنادق، حتى مع صالونات تجميل في تعاون، فكان سهل هالشيء ولا شوي في البدايه حصلتوا صعوبه او تحدي؟ الصعوبة كانت إن كيف نجذبهم إن يعطونا خصومات أحسن وأكثر، فطبعاً نستخدم الماركتينج اللي عندنا، نخبرهم إن إحنا نسوي الفعاليات اللي ننظمها في جميع دوائر حكومة الشارجة، العروض اللي يرسلون لنا إياها نعممهم على جميع الموظفين، لهم صفحة مخصصة على الموقع الإلكتروني يمكن يعني يحطون فيها نبذة عن شركتهم، أرقام التواصل، وكل المعلومات اللي ممكن يستفيد منها الموظف عشان يقدر يحصل على الخدمة والخصومات. ممكن بديتوا أول شيء بخصومات أقل من اليوم مريم، ولا هي نفسها خلنا نقول قدرتوا أن تحققون نسبة جيدة من البداية وحتى اليوم؟ لا، من البداية كانت الخصومات من 15% وفوق، والحمد لله يعني في ما زالت مستمرة. أيوة. جوار، خلنا نتكلم عن القطاعات، كانوا 20 واليوم صاروا 25. يمكن في موظفين اليوم يتابعونا ما يعرفون نص هال 25 قطاع ربما اللي يتم التعاون وياهم، او ما عندهم فكره، يمكن في بعض القطاعات هم متعودين مثلا يتعاونون وياها او يستخدمون فيها برنامج وفر، لكن في قطاعات اخرى يمكن للحين ما جربوا او ما يعرفون عنها اساسا. ممكن نذكر اهم القطاعات او شو القطاعات المستجده كذلك؟ القطاعات الاساسيه، اذا القطاعات المستجده احنا اذا بنين نتكلم عنها مثل حتى اداره المخازن، في جهه مشتركه معنا في اداره المخازن، اللي مثلا اي موظف اذا كان عنده شيء في بيته يبغي يخزنه في مكان، في نحن عندنا مخازن تخزن شو ما كان عندك في شو المخازن تابعه لمنو لاي جهه؟ في جهه مشتركه يعني بدون ذكر في احدى الجهات، بدون ذكر هي بدون ذكر اسماء معينه، في احدى الجهات يعني هذا شيء جديد احنا استضفناه، قطاع اللي هو تصنيف إدارة المخازن. حلو، يعني هذه الخدمة تقدم، بس عشان نوضح للسادة المشاهدين جواهر، لو خلنا نقول حد عنده يبي يغير في البيت أو يسوي صيانة مثلا للبيت وحاب أنه ينقل أثاث ويخزنه فترة من الزمن معينة، هي الجهة هذه احنا تعاوننا معها بحيث أنها تقدم خصومات لموظفي حكومة الشارقة، بحيث أن الخصومات هي تكون مجزية له، أن أنا لو بخزن على مدى شهر، على مدى شهرين، ثلاث، حسب الاتفاق اللي ما بين الشركة وما بين الجهة نفسها، أنها تقدر تخزن في المخازن هذه، بتكون مؤمنة، هي بتكون مؤمنة وباتفاق ما بين الشركتين. حلو. في شيء ثاني بعد نحن نضفنا اللي هي المكاتب، هذه ما كانت قبل، اللي هي خاصة بالقرطاسيات والمدارس، طبعا الحين مدارس بدأت فهذه المدارس. فرصة انهم يبدؤون يشوفون الشركات هاي اللي مشاركة معنا اللي تختص بتقديم القرطاسيات بشكل عام. مريم بس تذكريني بعد في جهات ثانية، العقارات، هي العقارات ما كانت معانا، بدينا ندخل عقارات. العقارات من ناحيه انه الموظف اذا حاب كان يستثمر المبلغ عندنا، مثلا يشتري عقار ويستثمره، مش فقط البناء، قبل كان عندنا احنا مجرد بناء، اذا كان حاب يبني بيته او ياثث عندنا الاستشارات الهندسيه المختصه. تعاون، هي نعم، مع الحين لا، الحين حتى العقارات دخلت معانا، هذه ما كانت قبل.
العقار، شركات العقاريه، الشركات المختصه في العقارات الحين بدات معنا. اذا حاب انه سواء في اي اماره من الامارات حاب انه يستثمر شيء حسب اللي موجود مع يشتري الشركه يقدر يشتري او يستثمر سواء كان له او انه يحطه للاستثمار. حلو جميل، يعني في توسع كبير للقطاعات. نعم. انزين، اهم واكثر القطاعات اللي عليها اقبال من الموظفين، مريم اتوقع انت تعرفين هالشيء. اكثر شيء السفر، الترفيه، الفنادق. اوكي. الاشياء هاي يعني السفر، قطاعات خلينا نقول قطاع السفر وخطوط الطيران. بس عشان نوضح للجمهور، شو توفرون في قطاع السفر بالتحديد؟ في خطوط الطيران نفسهم، في التذاكر، وفي الباكجات. في تعاون مع خطوط او شركات خطوط الطيران. صح. وفي الباكجات اللي تكون من وكالات السفر. في الفنادق خارج الدولة وداخل الدولة، طبعا على حسب، اذا كانت داخل الدولة هاي الكونتراكت يكون معاهم دايركتلي، اما خارج الدولة هاي عن طريق الوكالات السفر. اكثر شيء هاللي عليهم اقبال، يعني الاشياء ربما الترفيهيه هي اللي عليها اقبال اكبر، او حتى حجز الفنادق مثلا داخل الدولة. زين، صالونات التجميل وغيرها ما عليها اقبال كبير مريم؟ هو عليها اقبال، بس احنا الحريم ما نستغني عن الصالونات. صح. واو جواهر. طبعا شيء اكيد نحن، بس اذا تكلمنا طبعا هو صبارين في للرجال وفي للنساء، يعني عندنا مشتركين في البرنامج. اذا يعني نحن تكلمنا عن القطاعات، طبعا كل انسان له مختلف الرغبات ومختلف متطلباته. صحيح. صحيح. فيمكن احنا الاتصالات اللي تينا والاسئله اللي تينا يمكن كانت عن هذه اكثر. لكن بشكل عام جميع الجهات اللي مشاركه معنا ما زالت في تجديد العقود. احنا العقد مدته سنتين وقابل للتجديد حسب الشركه اذا كانت حابه انها تجدد. فنحن لاحظنا في مختلف القطاعات جميع الشركات يتجدد. هذا يدل ان هي ستستفيد. حلو. في يمكن احيانا يصير في نزول عند رغبات الموظفين في شركات معينه او قطاعات معينه او مجالات معينه، يتم عادة أو يكون في عندكم مثلا نوع من الاستبيان عادة للموظفين بحيث تجدد ربما القطاعات اللي موجودة في البرنامج، أو حتى تجدد شراكة ربما مع خلنا نقول جهات جديدة، جهات ما كانت مضافة، أو جهات ممكن الجمهور حاب أو الموظفين حابين إن هي تضاف للبرنامج؟ كيف تتصرفون في كيف عادة يتم الآلية؟ احنا طبعا مثل ما وضحت ان في 2013 بدينا بس ب50 شركة، وصراحة احنا كنا نسعى بشكل كبير ان احنا نستضيف الشركات عندنا في انها تنضم للبرنامج وفر. الحين الآلية اللي صارت ان الشركات هي بنفسها تتصل، وبنفس الشخص يجيني مثلا يقول لي انا جيت من دائرة فلانية، فلان طرشني عندك. او مثلا بعض الموظفين يتصلون ليش ما تدخلون الشركه هذه احنا نباها. او المحل هذا او كذا. فالموظفين بداوا يتفاعلون معنا. حلو. يعني مش فقط الشركاء الاستراتيجيين اللي هي طبعا احنا شركائنا الاستراتيجيين لبرنامج وفر غرفه التجاره وعندنا التنميه الاقتصاديه. حلو. وما ننسى طبعا ولكم جزيل الشكر مؤسسه الشارجه للاعلام، الداعم الاعلامي الرسمي بشكل دائم منذ اطلاق البرنامج لغايه اليوم. حقيقه يعني جواهر، يعني الاعلام الى اي مدى ساهم كذلك ايضا في انتشار هذا البرنامج، وصول كذلك ربما هذا البرنامج وتعريف الموظفين فيه، لاي مدى الاعلام ساهم في هالموضوع؟ يعني والله اذا نتكلم بكل صراحه الاعلام ساهم بشكل كبير، لان الحين نحن في عصر عايشين ان الاعلام هو اللي يوصلك كل المعلومات. فاحنا اول ما اطلقنا البرنامج اعتبرنا ان مؤسسه شارجه للاعلام الداعم الرئيسي لبرنامج وفر من ناحيه انه يغطينا جميع الفعاليات اللي نحن ننظمها، نظهر في اكثر عن برامج نتكلم فيها عن برنامج وفر، حتى الاذاعات، حتى البث المباشر في اكثر من قنوات التواصل بيننا وبينكم كانت كثيره صراحه. انتم ما قصرتوا، خليتونا نوصل لاكبر شريحه عن طريق منبركم. واجبنا بالتالي. اذا بنتكلم بعد عن الصحف، في كثير من الصحف ما قصرت معنا، دائما تغطينا الاحداث اول باول، ودائما تنشر جميع الفعاليات اللي نحن ننظمها تنشرها في صحفها اليوميه. جميل. مريم، كنت بسألك عن التطبيق بشكل خاص، بما أننا نتكلم كذلك عن طرق التسويق للبرنامج واللي الإعلام يعتبر أحدها، لكن اليوم ما نستغني بالتأكيد عن التكنولوجيا الحديثة، وأعتقد أن التطبيق هو أسهل وأسرع وسيلة
ممكن الناس تستخدمها وتكون وياها على طول في هواتفها المحمولة. التطبيق عن طريقه شو الخدمات اللي انا ممكن اقدر استفيد منها من التطبيق؟ الموظف يقدر طبعا من وين ما كان يقدر يفتح يشوف التطبيق ويشوف الجهات ويوصل للعروض بشكل اسرع. ايضا يقدر يقيم الجهه نفسها اذا كان لوجدن، يقدر يختار الجهات المفضله، يطلع على صور الفعاليات والاخبار، اخبار تخطيط الفعاليات. يعني يقدر يشوف العروض اول باول. نعم، احنا نتمنى من جميع الموظفين انهم ينزلون التطبيق ذكي على هواتفهم، لان هذا راح يساعد كل موظف انه يوصل لاكبر او يوصل لجميع الجهات عن وين ما كان متواجد. اليوم مثلا انا اكون متواجده في خارج البيت، او مثلا الكمبيوتر حاليا ما يكون قدامي، مثلا انا عن طريق التطبيق اقدر اوصل، اقدر اشوف الجهات اللي موجوده معنا. في التطبيق الموظف راح يقدر يعرف، طبعا يوم بتفتحين صفحه التطبيق اول شيء بتشوفين اخر جهات اللي مشاركه معنا، راح يتوضح له في التطبيق. ايضا راح يشوف اخر عروض اللي نحن نشرناها من خلال الشركات اللي مشاركه معنا. نطلب من كل الموظفين انهم مثلا يوم بينزلون التطبيق راح يطلب منهم يستخدمون اليوزر. اليوزر اللي هو القسط من الخدمات الذاتية، الرقم الخدمات الذاتية والباسورد ماله. بعض الموظفين، بعض الدوائر حكومة الشارجة موجودة وبعض الموظفين لا. اللي ما عنده حاليا يضغط على كلمة تخطي، لو نحن شغالين ان لكل الموظفين اللي ما عنده نوصل، حتى اللي ما عنده اسم مستخدم يقدر يضغط على كلمة ممكن تخطي، ممكن انه يشوف العروض. ممكن حتى الشركات، كل الجهات يقدرون. تعرفين احنا عايشين في تكنولوجيا والكل يبغى شيء سريع يوصل اي معلومة بأسرع وقت. التطبيق الذكي هذا جدا راح يفيد الموظف. أتوقع بعد في شغلة أضفتوها البرنامج وفر راح تسهل وايد على الموظفين، وهي البطاقة الخاصة بالبرنامج. قبل جواهر كان الموظف المفروض أنه يستخدم بطاقته كموظف في الجهة اللي يعمل فيها في حكومة الشارقة. نعم. اليوم لا، أصبح في بطاقة خاصة ببرنامج وفر. نعم. ليش استحدثت هذه البطاقة؟ طبعا استحدثت هذه البطاقة لأن في البداية نحن أول ما أطلقنا برنامج وفر الموظف كان يستخدم بطاقة العمل. لاحظنا أن بطائق العمل لكل دوائر حكومة الشارجة مختلفة. هذا كان أحيانا يسبب بعض المشاكل ما بين الجهات المشاركة معنا، في منهم يتقبلون في منهم ما يتقبلون، لأن نحن كان عندنا شرط أن البطاقة يكون عليها شعار الحكومة. حاليا بطاقة برنامج وفر أول ما استحدثناها طبعا هي الشخصية الاعتبارية للبرنامج. هذا راح يساعدنا بعد نسوق البرنامج بشكل أكبر. صحيح. والبطاقة كل ما تكون موحدة بشكل موحد بالبيانات الموحدة، هذا راح يسهل أن حتى الشركات تتعرف، خلاص تكون عارفة أن هذا براند، بالضبط أن هذا خلاص برنامج وفر، فما عندها أي حجة أن هي مثلا تقول لا أو تقول أي شيء، خلاص راح تقدم للموظفين. فإحنا طبعا نشكر المجلس التنفيذي على دعمه المستمر لنا وللبرنامج. الحمد لله يعني ولي العهد نائب الحاكم وافق على أن نحن نستحدث هاي البطاقة. كنا شغالين عليها تقريبا من 3 شهور. بدينا من أول 8 نحن نوزع البطاقات، تقريبا وزعنا على أغلب الدوائر، يمكن بعض الجهات اللي بعدنا ما استلموها، هذه كدفعة ثانية اللي نحن الحين شغالين نطبعها وراح يستلمونها إن شاء الله عما قريب إن شاء الله. مريم، مشاريع مستقبلية فيما يخص التسويق إن شاء الله لبرنامج وفر، شو الجديد اللي جاي إن شاء الله؟ هو أكيد في مشاريع مستقبلية، بس إن شاء الله بنعلن عنهم فترة ما في وقتها. يعني جواهر يعني ما بتقولي شيء؟ لا، إحنا شغالين وراح يكون إن شاء الله تعاون بيننا وبينكم حتى إن شاء الله على هذا البرنامج. شغالين في شيء كتسويقي للجهات، هذا راح يساعد أكثر أن الجهات اللي ما شاركت معنا تشارك والجهات اللي موجودة تستمر معنا. بس إن شاء الله راح نبلغكم إياها إذا الله كتب نهاية السنة. عموما كل الشكر لكم بالتأكيد، يعطيكم ألف عافية جواهر ومريم وكافة العاملين على هذا البرنامج اللي يعتقد أنه يخدم شريحة كبيرة من الموظفين وكذلك أسرهم وعوائلهم وكذلك أيضا المتقاعدين العاملين في حكومة الشارقة. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله في مزيد من التطور والتقدم، إن شاء الله كذلك أيضا تضاف قطاعات جديدة لهذا البرنامج ويكبر اسمه إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا.